بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على هذا الدعوة اللي قبلتها وهذه الاستضافة اللي رانا مع بعضنا. بالنسبة للمباراة كل شيء تسخر باش الفريق يبدا ان شاء الله بداية موفقة. كانت تحضيراتنا يعني قائمة على أسس علمية، كان الحمد لله الإدارة سخرت لنا كل المرافق تاع العمل باش نخدموا مرتاحين، اللاعبين مستوجبين في الخدمة ديالهم رغم بعض الإصابات وبعض اللاعبين بالكوفيد كما كل المغرب، لكن الفريق حاضر باش يأدي، حاضر باش يبدا على الأقل يبدا بداية موسم قوية. مباراة تعرفوا جاتنا بريمير جورني، جات مباراة الديربي كنا نتمناو من بعد، لكن ما يقلقناش، الفريق حاضر، ما عندناش مرجع على الفريق تاع اسفي دابا كما هما ما عندوش مرجع، حنا فريق براتيكمون فريقنا جديد، هما اوسي بدلوا بزاف اللاعبين، يعني ما عندناش اون ايدي عليهم، وكما هما ما عندهمش ممكن لي زانفورماسيون علينا. راح تكون مباراة تقرا قبل في 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 الشوط الاول، والله كريم فريقنا واجد ان شاء الله للتحدي، واجد باش نديروا لي زيفور، واجب علينا باش نديروا لي زيفور، هذه بداية موسم وحابين نبداوه بقوة. شكرا. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.